أجمل وأفضل الأدعية في الرزق، سجله عندك لكي يزيد رزقك. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يعني هذا دعاء جميل صراحة ودقيق، يعني العلم لن تستفيد منه إلا إذا كان من أنواع العلم النافع، فقال علما نافعا. والرزق قد يضرك، فكم من غني قتله ماله، كم من غني أدخله ماله النار، صلى الله عليه وسلم. فقال في الدعاء: ورزقا طيبا، يعني ليس حراما ولا ضارا.